يعقد الاسبوع القادم المؤتمر الاقليمي للابنيه الخضراء، اختيرت الاردن لتكون البلد المضيفه لهذا المؤتمر، رح نتعرف على المؤتمر وعلى المجلس الاردني ايضا للابنيه الخضراء، خلينا نرحب بضيوفنا، معنا المهندس محمد عصفور اهلا وسهلا، حضرتك المدير الاقليمي للمجلس العالمي للابنيه الخضراء، والمهندسه الاء عبد الله اهلا وسهلا، الاء انت المدير التنفيذي او المديره التنفيذيه لمجلس الابنيه الخضراء في الاردن. اهلا وسهلا فيكم. فيكم اهلا وسهلا يعني لما الواحد عم بيقرا قديش في التعداد السكاني قد رح يزيد بي بي بوقت كتير قليل من 200 مليون نسمه بال2020 ل 400 مليون نسمة بال 2050 هذا عدد مخيف عم نحكي عن عدد كبير جدا صح. واكيد مهم جدا انه مش بس تقيم على مؤتمر يكون في وعي عند الناس بما يخص هذا الامر استاذ محمد اكيد ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا عم بتواجه تحديات كبيرة جدا الزيادة السكانية هي احداها بس في عن موضوع التغير المناخي اللي عم بيصير وعم نتاثر فيه كلنا يمكن أه قبل فترة لما الناس كانت تحكي عن التغير المناخي كان إشي ما نحس فيه اليوم صرنا نحس فيه أه وهذا إشي رح يتزايد أه مع الوقت فالاهتمام بمجال الأبنية الخضراء كتير مهم من ناحية بساعدنا في موضوع إدارة الموارد يعني بتعرف قديش الأوضاع الاقتصادية بتحتاج مراعاة هالفترة فلما إحنا نصير نبني بطريقة مستدامة معناته برضو عم نوفر عم نحاول نخلق فرص عمل خضراء للعاملين في هذا المجال وبرضه عم نحاول نحارب اثار التغير المناخي اللي عم بتصير <تصفيق> <تصفيق> طيب رح اجي لك مهندسه على حضرتك المديره التنفيذيه لمجلس الابنيه الخضراء في الاردن هلا في بالاردن ابنيه مصنفه ابنيه خضراء ولكن شو بيصير يعني شو المبنى اللي بنصنفه هو جرين بيلدينج تمام <applause> هلا بالبدايه اول إشي بحب اعرف شو يعني جرين بلدنج وشو يعني ابنيه خضراء، لما بنحكي عن ابنيه خضراء هي الابنيه ببساطه صديقه للبيئه، هي الابنيه اللي بنراعي فيها الموارد وكفاءة الموارد، سواء عم نحكي عن كفاءة المياه، عم نحكي عن كفاءة الطاقة وحتى كفاءة المواد اللي احنا عم نستخدمها. <applause> كمان احنا بنراعي كتير امور في مرحلة التصميم. ومرحله التنفيذ ومرحله الاشغال لانه هالامور جدا مهمه انه نراعيها لحتى يطلع عندنا مبنى اخضر مستدام بعد هيك ممكن تكون هالابنيه مصنفه حسب تصنيفات اما عالميه او محليه وبناء على عده امور ماخذين بعين الاعتبار استدامه الموقع كفاءه الطاقه كفاءه المياه المواد المستخدمه اداره النفايات الصلبه ممتاز طيب يعني عم نحكي لازم يكون مثلا عندهم سخانات شمسيه، لازم يكون يعني قديش لازم يكون اخضر؟ <سيق> في هي درجات من الاخضر يعني طبعا طبعا هلا في خلينا نحكي في انظمه تقييم أوكي آه عالميه لهذا الموضوع وفي طبعا عده درجات خلينا نقول وعده مستويات فاليوم احنا في عنا عده مباني خضراء هي مصنفه عالميا في منها سيلفر في منها جولد في منها بلاتينوم ولكن برجع بقول انه بياخذوا بعين الاعتبار حسب نقاط معينه وحسب قائمه معينه بتفقدوها وبيطبقوا المعايير عليها في جميع المراحل. اوكي بس ولكن في ابنيه ممكن تكون بنيت بشكل عادي ولكن بعدين بنقدر نحولها لابنيه خضراء. سؤالك جدا مهم لانه احنا اليوم عمالنا بنحكي عن 2 مليون بيت وشقه موجودين في الاردن، هدول موجودين قائمين. نعم. فهدول بنقدر نحولهم لمباني خضراء برضه بطرق بسيطة يعني إذا إحنا ببيوتنا كيف نقدر نخلي بيتنا أخضر مثلا بنقدر نبدل الأزاز يصير دبل جليز بنقدر نبدل الإضاءة بنقدر نعمل عزل حراري بطريقة معينة بنقدر نستخدم سخانات شمسية مثل ما تفضلتي ممكن كمان شوي بخلينا خلينا نقول المواد اللي بنستخدمها لكفاءة المياه ففي عدة أمور ممكن للأبنية القائمة نطبقها حلو طيب استاذ محمد هلا بالمؤتمر الاقليمي لما يعني اختاروا الاردن انه هي تكون البلد المضيفه للمؤتمر م. الاقليمي آه معناته في مواضيع كثير مهمه راح تنحكى بهذا المؤتمر فبحب اعرف من حضرتك شو المواضيع او اوراق العمل اللي راح يتم مناقشتها بالمؤتمر في موضوع مهم جدا سيتم طرحه اعاده الاعمار المستدام وهذا موضوع بخص منطقتنا من دون دول العالم لانه في كثير مناطق عندنا في منطقتنا بتحتاج اعاده اعمار <applause> وتاريخيا اعاده الاعمار كان يتم بطريقه غير مستدامه وطريقه مكلفه فواحد من الاطروحات اللي راح تكون هي كيف ممكن عمليات اعاده الاعمار في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا تتم بطريقه مستدامه وبرضه من ناحيه اقتصاديه ما تكون مكلفه فهذا احد المحاور راح يكون في حكي على موضوع المباني صفريه الطاقه <applause> يعني المباني هسا جزء كبير من التغير المناخي اللي عم بيصير عالميا هو بسبب المباني هي بتولد حوالي ثلث الانبعاثات اللي بتؤدي للتغير المناخي نعم. فعم نحاول نحول كل المباني من هون لسنة 2030 الجديده لانها تكون صفريه الطاقه حلو. والهدف انه من هون ل 2050 اي مبنى بالعالم يكون صفر الطاقه فهذا راح يكون محور اخر وبعدين الانعكاسات الايجابيه على صحه الانسان لما الانسان يكون عايش في مبنى اخضر يعني الدراسات آه عم تثبت صحيح. لنا حسيح. اكيد حسيح. لانه الدراسات عم تثبت انه الناس اللي عم بيبنوا بطريقه خضراء عم تب عم تنعكس هاي الامور على آه مستوى صحتهم مهم. يعني اللي النزيل في مستشفى اخضر يمكن يطلع اسرع من النزيل العادي حسيح. اللي بيدرس في مدرسه خضراء يمكن إنعكاسه على الطلاب أحسن اللي آه. بيعيش ببيت أخضر أو بيشتغل بمكتب أخضر فهذا موضوع رح يتم طرحه ونشوف من ناحية علمية إيش مثبت من ناحية إنعكاساتها على صحة ورفاهية الإنسان تمام مين لازم يحضر هذا المؤتمر؟ كتير ناس لازم يحضروا هذا مم. المؤتمر آه الناس اللي بدهم أو مفكرين يبدون مبنى آه جديد بيسوى أنه يحضروا معنا المهندسين والمهندسات آه المعماريين والمعماريات الشركات العاملة في المجال آه برضو عم نحاول نركز السنة في رح يكون عندنا مقاعد خاصة للطلاب خاصة م. العمارة اللي مهتمين بهذا الموضوع م. رح يكون عندنا عدد من الشركات الناشئة المهتمة بموضوع الاقتصاد الأخضر والأشياء هاي في فيعني وبهمنا برضو آه أصحاب القرار آه البلديات المعنيين بشؤون آه الإسكان وإحنا يعني تشرفنا جدا بأنه دولة رئيس الوزراء وافق على انه يكون الراعي لهذا المؤتمر وهذا ببين قديش هذا الموضوع عم بيلقى اهتمام الحمد لله في الاردن. احنا <deutsogi> احسن مصدر عندنا احنا الشمس اللي بنقدر كثير نستغلها لو استغلناها بنوفر كثير. شكرا لكم استاذ محمد عصفور، شكرا مهندسه الاء عبد الله، بنتمنى لكم التوفيق بالمؤتمر، يعطيكم الف عافيه. جزيلا.